السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم راح يكون بشكل سريع عن طريقة تزييت مسدس الجلوب بالطريقة الصحيحة. أولا نتأكد خلو المنطقة من أي طلقات أو رصاص، أيضا خلو المنطقة من أي تواجد للأطفال. ثانيا نتأكد من السلاح خالي من الرصاص، لأن لازم أي سلاح تستلمه وتقوم بعملية تنظيفه تأكد أو تعامل السلاح أنه ملقى. فلذلك أولا نقوم بنزع المشط خالي من الرصاص. لا يكتفى فقط بنزع المشط، أيضا لازم أو لابد من التأكد من خلو حجرة الإطلاق من أي رصاص. الطريقة التالية، نقوم بإقفال السلايد، نتأكد بواسطة التحسس أيضا وبواسطة النظر مسدس خالي زي ما انتم شايفين. بعدها نقوم بتوجيه السلاح الى منطقة آمنة، نقوم بعملية ضغط الزناد. الان اصبح المسدس جاهز لعملية التنظيف. نقوم بعملية فتح اجزاء السلاح. ثانيا نقوم باخذ فرشه زي ما انتم شايفين، هي فرشه نفس هذه. نقوم بعمليه تنظيف اي رواسب او اي تواجد لاتربه او اي شحوم وما الى ذلك. بعدها الزيت اللي راح نستخدمه اليوم زيت هابس، ليس لاغراض تسويقيه، بامكانك تستخدم اي زيت كان، سواء الزيت هذا 3-in-1، بإمكانك استخدام زيت، حتى زيت السيارات بإمكانك استخدامه أيضا، يعتبر من الزيوت الجيدة لاستخدامها على السلاح. بعدها راح نحط بضع قطرات أو قطرة بس بسيطة في المجرى للأجزاء العلوية أو المنطقة من هنا والمنطقة من هنا بالطريقة دي. فقط حاجة بسيطة زي انتم شايفين في المجرى هنا والمجرى الثاني هنا، تحطها من هنا ومن هنا وتخليه بشكل عمودي، راح ينزل معك الزيت كامل. بعدها راح نستخدم فرشة ثانية، نحط عليها شوية زيت بسيط. بعدها راح ناخذ السلطانة أيضا نفس الطريقة، حاجة بسيطة، لأن مسدس الجلوك يعتبر من المسدسات اللي تحتاج فقط تزييت قليل جدا. بعدها بالنسبة للجزء السفلي راح يكون التزييت عندنا فقط في المنطقة دي، 1-2-3-4، وقطرة واحدة بسيطة في المنطقة هذه اللي هي مكان الكونكتور فقط. أيضا للتوضيح، بالنسبة للسلايد العلوي، المنطقة هذه منطقة الإبرة، ومنطقة الأمان الثانية منطقة أمان الإبرة لا تقوم بتزييتها نهائيا، لأن كثرة الزيت في المنطقة هذه راح يؤثر على إبرة الإطلاق. لذلك المنطقة هذه طولها أعماركم، تجنبوا تزييت فقط المجرى لا غير. بالنسبة لمنطقة الإبرة، المنطقة هذه أو المنطقة هذه وهذه ما يحتاج لها تزييت نهائيا، لابد أن تبقى جافة وخالية من الزيت. أيضا في عندك المنطقة هذه نعطيها شوية نقطة بسيطة، المنطقة هذه بيدك بس تحاول تحريكها، لأن هذه المنطقة تكون منطقة التقاء السبطانة مع الجزء العلوي للسلايد. زي ما ذكرت لكم اللي هو حاجة بسيطة،
اثنين ثلاثة أربعة، المنطقة دي فقط. بعدها إذا كنت ترغب في تزييت السبطانة من الداخل، تأكد يا شباب، لأني شايف في بعض الفيديوهات الشباب يقوم بعملية التزييت والتنظيف عكس خروج الرصاصة والطلقة، وهذا غلط. لابد أن تكون التزييت وتنظيف السبطانة باتجاه خروج الطلقة من هنا، لأن في عندك التاج، تاج السبطانة راح يتأثر أثناء التنظيف، وبالتالي بيأثر على دقة خروج الطلقة. فلذلك التنظيف تأكد شو بيكون الطريقة هذه. بعدها بعد ما خلصنا التنظيف نبدأ في تركيب الأجزاء. نتأكد ان المسدس غير متواجد في اي رصاص او طلقات، توجيه الى منطقة آمنة، نتأكد من عمل المسدس. وبكذا صار عندنا تنظيف صحيح لمسدس الجلوك. يعطيكم العافية وانتظرونا في فيديوهات قادمة.